واحد ان الحزب الوطني لم يصل له اي تقرير مكتوب من اي جهة في الدولة. التقرير الوحيد الذي عرض على هيئة المكتب في اجتماعها يوم الاثنين 24 يناير قدمه المهندس احمد عز. قال في ايه بقى؟ قال لا حول حضرتك، قال انا كلفت من او الامين العام كاسف الشريف، قال انا كلفت المهندس عبد العزيز يستطلع اراء امناء المحافظات يشوف هل هم شايفين في شيء غريب او في شيء، والاجابه لا. فكان الكلام انه لا، ان امناء المحافظات الحزب المحافظات اشاروا الى انه لا يوجد شيء يستحق الانتباه او حاجه زي كده. بس عشان اكون امين معاكي، التقرير اللي استمعت لقيت المكتب كان حاجة شفاهية انه في الاجتماع يوم 23 ويوم الخميس اتجاب على التليفون وزير الداخلية سيد حبيب العدلي وحكى حكاية يعني في كذا في كذا في كذا. الرسالة اللي قالها يوم الاثنين انه بكرة هيبقى يوم صعب انما تحت السيطرة. يوم صعب انما تحت السيطرة، تحت السيطرة. وبالتالي روحت البيت، نمت حضرتك عادي قريرة العين، مفيش قلق. يوم الخميس سافرت خارج القاهرة. لا ده احنا لسه احنا كده يوم الاثنين، يوم الثلاث ابتدينا بقى 25. التلات والاربع افتوا في مصادفات بس التلات سقط اول شهيد في السويس. هقول لحضرتك حاجة بقى، احنا قلنا ايه 25 26 27. أول يوم كان قوي في القاهرة، انتهى أساسا بسلام. صح. وأذكر يعني أكثر من صديق لي أثق فيه من الذين شاركوا إنه في نهاية هذا اليوم لما اجتمع القيادات الشبابية يقولوا طب يعني عملنا حاجة كويسة، نطلب إيه من النظام؟ كان التفكير عايزين نطلب منه طلب يذله يعني يجرحه لكنه قابل للتنفيذ. كان ايه إقالة وزير الداخلية؟ انه التعذيب، السجون، الاقسام الشرطة، إقالة وزير الداخلية. قصة خالد سعيد وغيره. بالظبط. ال 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 الحاجة الثانية، الملاحظة العامة في الأربع أيام الأولى دول الحاسمة، أن ردود الفعل كانت تأتي متأخرة وناقصة. وبطيئة. متأخرة بطيئة وناقصة. يعني القرار اللي هو يعني يوم الثلاث اللي بعده، لو كان يعني يوم الخميس تغيير الوزاره اللي هو لو كانت يعني القرارات متاخره وناقصه. مين المسؤول عن ده؟ مين مسؤول عن يعني لم يشعر النظام انه هناك خطر يهدده، ولا كان بتصله معلومات انه زي ما قال حبيب العدلي لا دول مجموعه وهتعدي وهي صعبه بس هتعدي؟ انا اديت لحضرتك بقى كمان بس الكلام خدنا ان الجزء الثالث من تقرير مباحث امن الدوله وكتب يوم 18 لا قال ان مطلوب اجراءات اقتصاديه وقال تحديدا حتى نقطع الشائعات الخاصه بالتوريث يقترح على السيد الرئيس تعيين نائب لرئيس الجمهوريه. الكلام ده يوم 18/1. قضية التوريث دي قضية تانية هنرجع لها بعدين. يعني ايه؟ إذن كان واضح إنه هو مطلوب 1 2 3 4. ليه بقى ما كانش؟ الأرجح إن يعني إحنا عندنا أجهزة الدولة المصرية أجهزة محترفة. يعني وأظن إن جهاز المخابرات أكيد سيد عمر سليم لابد هيكونوا بعتوا أشياء مماثلة. في نهاية الأمر في لحظات الشدة دي بقى بيحدث إيه؟ بيبان ايه جوهر النظام؟ جوهر النظام رئيس الدوله وحوالي 3 4 اشخاص ممن يثق فيهم اللي هم موجودين جوه رئيس الجمهوريه. اللي هم جمال المشير طنطاوي زكريا عزمي كان في مين كمان؟ كان في انس الفقي وزير الدفاع، كان في وزير الداخليه وزير الداخليه والمخابرات العامه عمر سليمان طبعا دول الاساس والقرار الاخير لرئيس الدوله بس.